هيك يجسد له يمكن حياته افكاره؟ وهل الدخول برايك ما بيتم غير من البواب والشبابيك؟ هلا سؤالي بده تركيز. لا مركز كثير منيح. الدخول يعني لكل شيء في له باب بالحياه، يعني ما من اللحظه الاولى بالحياه واحد بده يكون ابتدت حياته مراحليا بالبواب، ما ضروري يكون باب خشب عتيق يعني، بس هي كلمة باب بحد ذاتها هي كلمة بتجسد يعني عبور لمرحلة جديدة. و هيدا بالنسبة للباب، مثلا الشباك بأعمالك شو بيمثل لك بالمطلق؟ ليك الإنسان بيحتاج للتنفيس تيتنفس، فالباب هو مثل ما قلنا عبور، والشباك منفس بحد ذاته. يمكن اوقات نفتحه تجينا مشكله من خلال الفتحه تبعيته، هواء او عوامل طبيعه. اذا كان مفتوح بفرحنا، بنشوفه هيك شرح عم بفوتنا نفس. يعني الشباك كمان له مكان كثير مهم من ناحيه المعنى عند الانسان. بالنسبة للبالكون أو للشرفة كمان هيك بنشوفها ببعض اللوحات قدام، يعني مثلا هون بنشوفها قدام هيدا الباب القديم، كمان هيك أوقات بتدخلها بتكون إضافة من عندك يعني أو كيف؟ كل شيء بينضاف عندي. أنا قديش حكيت عن مأساة، بالأخير بيجي اللون والشكل بيرجع بيطغى على المأساة بالعمل، بيرجع ببين شيء من النوع من الفرح يعني عند البواب والأشياء. والبالكون شو بيجسد؟ هيك سألتيني. مزبوط. البلكون بجسد في كثير بالمدن في شرفات ما عندهم كمان مكان يخرجوا لبرا فيه الا من خلال الشرفه، الشرفه الصغيره بالهندسه القديمه من البناء، فكمان هو منفس. وكان كثير اوقات اذا بدك حدا بده يشوف حدا بخصه من خلال الشرفه له معنى كبير، يعني ما فيني اقول لك يتنقوز على الجيران. بس اسالي اذا بدك حدا من الصبايا او الشباب عمرهم بال 16 لل 20 بجيبوك بيعرفوا شو معنى البلكون. طيب اندري، الشباك القديم او الباب القديم يعني بالارياف والشباك الجديد او الباب الجديد بالمدينه، شو بيختلفوا عن بعض؟ في اختلاف؟ ليك الاختلاف بين بعض ما في اختلاف بين بعض، هن نفس المرحله. نعمل هالهندسة من البواب والشبابيك والشرفات بالمدينة وبالأرياف، إنما الخلاف بين القديم والجديد خلاف كبير. إن شاء الله بكرة بعد زمن بعيد بيجي الرسام بيرسم الأبواب والشبابيك اللي هي مصنوعة هلأ، والخلاف كتير كبير بسبب اليوم نحن بزمن الحديث، صار في الألمنيوم، صار في الحديد، صار في الخشب. قديما كان في الحديد بس أغلبيتهم كانوا خشب. فكتير بتختلف، يعني انا مش بموقع المهندس كثير. ايه لا عم نحكي اكيد نحن فنيا يعني بطريقه الرسم ما منأثر فيهم ابدا. هلا الجديد القديمين مأثر فيهم، كان في منهم بالمدينه وكان في منهم بالجبل. اوكي، وين ما كانوا مهم يكون شيء قديم، هذا يلي هيك هيدا المقصود بخليك ترسم. شو حبيت اللون؟ نرجع شوي للتابلو. هلا انا كثير بحب فرجي هيدا التابلو بالشمس، بس يخلص اذا بقي معنا وقت. ليه بالشمس بيعطي غير ايه؟ بيعطي بيعطي اكثر، كانه لانه هون المقصود من اللوحه فرجيها كيف بتعمل فيها الوقت، ومقصود انه فرجيها بالشمس لانه في الاضاءه الظل والاضاءه بالعمل بحد ذاته. اوكي، لعب كمان على الظل والاضاءه. ايه هي. كيف ترسم تاريخ الناس وحكاياتهم من خلال شرفاتهم وابوابهم وشبابيكهم؟ يعني عرفنا انه مثلا البالكون بجسد نتنقوز على الجيران مثلا. طيب تنشوف هالدرجه، هاي شو بتمثل لك هالدرجه؟ بتعني لكل انسان. خلينا نحطها هيك نلقيها على هيدا الباراسول. قديش مره من الناس، يعني اول شيء بتقولي بهيدا الزمن بتقولي انا كان بيت ستي هيك، كنا نلعب هون، كنا نمرق كثير لجوا ولبرا، وهيدي الدرجه اكلت من اجرينا كثير، او نحن اجرينا اكلوا من الدرج كثير، او بالعكس. يعني فيك تفسريها على الجهتين، فيك تحسي كل شيء، مش بس ما بدي احدد لانه كل انسان بتحكي له شيء. خليني ما احدد، هي بتحدد اكثر حاله. بتفضل انه الجمهور هو كل ما يشعل يعني لوحه اكيد يروح بذكرياته بافكاره منه لوحده. صحيح. رح نتابع رح منتابع حديثنا عمري نحن وياك، ونترك المشاهدين هيك يفكروا شوي هاللوحه شو وحيت لهم، مع بريك صغير وبنرجع لكم مشاهدينا مباشره من لفوال بلو بجبال.
مشاهدينا بعدنا معكم مباشرة بلقاء فني مع ضيفي الفنان والرسام التشكيلي أندري كالفيان مباشرة من لفوال بلو بجبال. على سيرة لفوال بلو أندري، ليه اختارت لفوال بلو بحد ذاتها كمكان تعرض فيه أعمالك وتشتغل فيه حتى يعني قدام الناس وسط هالأجواء هيدي، وهيك إنه قدمت لك شيء إمكانيات جديدة غير بالبيت أو بالمحترف؟ أول شيء لفوال بلو بمدينة جبال وأنا من جبال، وثاني شيء بالنسبة لي كنت أقول لك قبل شوي الواحد لازم يكون عنده شيء دائما أوريجينال. طريقة العرض بالنسبة لي على مسبح سياحي مثل فوال بلو حلو، لقيته شيء جديد وقادر أنا الثقة بالذات موجودة لحتى أقدر أرسم بالشوب بالشمس بالبحر أنا وعم بسبح، لأنه أنا كثير بحب البحر كمان، بدي وفق بين البحر والرسم لانه بحبهم اثنين، واذا كنت بوحده منهم بدي احس خسران الثانيه، جمعتهم ببعضهم ولقيت انه عملت فكره جديده بطريقه العرض. العرض كثير صار اعتيادي بالنسبه لرايي، ما بعرف قديش هو رايي بيتاخذ بعين الاعتبار، دائما عم نشوف طريقه العرض بالاماكن يلي بنشوف بنتخيل انه نشوف تابلو. فحبيت اعمل شيء انا انه طريقه العرض تكون بمكان ما بنتخيل نشوف تابلو، وكمان الرسام يرسم كمان بمكان ما بنتخيل نشوف الرسام عم بيرسم بالمكان هيدا. هيدي هي. طيب أندري، مثلا هون بيأمن لك المكان هيك الجديه المطلوبه لترسم، انه بنشوف الجو هيك ساعه بتنزل بتسبح وبتنط بالماي بترجع بتقوم تحمل الريشه والازميل وما بعرف وعرفت وبترجع بترسم بترجع بتنزل، يعني حلو هيك الواحد عم بيوفق بين هوايته وبين شغله بالوقت ذاته. بس هل برايك انه هينه هالشغله مما كان بيقدر يعملها؟ يعني في كثير هيك قله التركيز هون. يعني انا بعتقد مش بموقع حتى اعرف اذا اقول انه في حدا بيقدر يعمل هيك ولا لا، بس باكد لك انه هيدا شيء كثير صعب، ومشان هيك انا حبيت تكون كمان بطريقه العرض والمكان مكان مختلف. واذا عم بتقولي لي انه يعني انا بدي اعمله هيك مشجع، بشجعني بس انا بدي اعمله مشجع. مزبوط. انا بدي بس كان يا ريت الكاميرا هون لحتى فرجي كيف كنت عم شقق الحيطان. يلا هلا بنشوفهم اول ما الاسلوب يرجع يجي الروني المصور. بحب خبرك شوي عني، عندي اعمال منتشره بكل انحاء العالم. ان شاء الله تساليني عن هالموضوع. اكيد رح اسالك عن هالموضوع لان هيدي شغله كمان مميزه، هات لنسالك عنه هلا بما انه فتحت السيره. قد ايه عندك اعمال بالكره الارضيه ككل؟ هلا اذا قلت بعض الاشخاص رح يفكروا انه عم ببالغ. لا انا عم بسالك انا، لانه الجواب بدهم يسمعوه الكل مش انا وياك واحد. مزبوط. مش هيك على القليله يلي عم بيشوفوا. عندي انتاج، امكانيه الانتاج بالقليله ما بين كبير وصغير، معدل اليوم واحد باليوم. مثل هيدا العمل على الريسبشن هيدا بياخذ يومين. او الي 16 سنه بروفيشنال، ما بعمل شيء ثاني. العدد تبعولي صار 16، صار 6500 عمل بخلال 16 سنه. اوه اسم الله. وانتشروا بكل انحاء العالم، وعيني كل انسان هالموضوع، لانه كثير مرقوا ناس من اوروبا ومن امريكا قالوا لي هيدا باب بيتي او شباك بيتي، واخذوه على اساس بخصهم. مشان هيك انا قلت لك اكتشفت انه بكل اماكن بالعالم انه هون نفس البواب وشبابيك بنفس الطريقه، بنفس الطريقه بتعتق وقتها يمرق عليها زمن. ايه عندي 16 6500 عمل منتشرين بكل انحاء العالم. اذا حابب بس هيك تفرجي شوي كيف كنت عم بتشقق الحيطان، ما بعرف اذا بعد في تشقق على اساس الكاميرا صارت هون. يلا ها. كنا عم نستخدم كثير اشخاص بيسالوا كيف طريقه التشقق يلي عم بتبعها. هي براس الدبوس كسر ايدي قبل ما كسر الحجر تبعها، بس مش عن جد يعني. فبهالطريقه بصير في تشقق بالحيطان كله وبالحجار. هل برايك أندري انه كونك من مدينه جبال التاريخيه الاثريه تاثرت بشبابيكا وبوابها وتاثرت ب يعني حتى صرت فنان كمان بتجسد شبابيك وبواب، ولا ما لها علاقه؟ يعني يمكن لو كنت من غير مدينه او غير منطقه ما كنت هالقد شفت هالاشياء الحلوه هاي الفنيه. مش قلنا قبل شوي انه في وين ما كان بواب وشبابيك عتيقه، انا تاثرت بالعتق تبعهم، ولو وين ما كنت رح اتاثر بالعتق تبعهم، لانه هيدا نفسي وهيدا داخلي.
هيدا الصدق مع ذاتي. جبال رائعة تاريخيا ورسمتها، رسمت كثير جبال، يعني عندي كثير من اعمالي هي بتجسد جبال، بس الباب والشباك بعتقد ما بيتعلق لانه بجبال، تأثري في بجبال. أوكي. انا بحب اشياء اللي مر عليها الزمن، بحب فرجي كيف عمل الوقت فيهم. طيب اذا بدك فينا نحكي شوي عن اللوحات المعروضه ورانا، هل شبابيك والبوابه اللي راسمها من وين؟ كلها من لبنان او في من خارج لبنان؟ في من خارج لبنان، بين هالمجموعه في اكثر يعني شوي من دول العربيه، في من الاماكن المحيطه عنا هون، الاردن، سوريا، في المحيط القريب هون، لانه بتعرفي ما راح اروح خصيصا لاصور، بس عندي اعمال من كل، يعني حصلت على صور من كثير بلدان بالدول العربيه ومن اوروبا ورسمتهم، بس انما منهم موجودين هون. منهم موجودين هلا؟ أوكي. بس بيشابهوا كثير هودي اللي موجودين هون. ايه اكيد. هلا كمان اندري عندك محترفك الخاص بجبال، حد مدخل قلعه جبال، مزبوط؟ نعم. في معرضك الدائم كمان هونيك. نعم. لكل اللي حابين. نعم. يشوفوا المعرض الدائم. نعم. حدثنا عنهم اكثر. هلا عاده قبل ما حدثك عن هونيك، هيدي بيجلوا فيها الستات مش هيك؟ انا بلون فيها، هي قطعه كثير بسيطه، بعتقد ما اجت ببال حدا حتى يشتغل فيها، انا بعمل فيها الخضار موجوده بالاعمال، وبتعطيني كثير احلى من الريشه، بس بعرف استعملها، يعني اذا حدا هلا حاول يمكن يفشل باستعمالها الا من بعد تكرار المحاوله. هيدي برسم فيها الخضار. بالنسبه للمكان المحترف تبعي اخترته بجبال، لانه جبال هي مدينه اثريه، مدينه الحرف، ارسلت الحرف لوين ما كان بالعالم، لقيت حالي انسب مكان يكون فيه بالنسبه لفنان الله اعطاني موهبه، ما بعرف كيف الناس بتوصفها، بس مثل ما حاسس انا بيوصفوها بالمهمه وبالكبيره، وما لي حق انا اقول عنها ابدا شيء، فحبيتها تكون منطلقه من هيدا المكان، من مكان الاثري، إضافة لهيك لأنه أنا كمان برسم الأشياء الأثرية، فلقيته أزبط مكان بالنسبة لي إذا بدي ضلني بالشرق العربي كون بهيدا المكان، وحتى إذا بدي ضلني بالعالم كون بهالمدينة، ليش لا؟ ما هي أقدم مدينة بالعالم، وين بدي كون تكون أحسن منها؟ هيدا مكان، سبب مكان تنقيت المحترف تبعي، وإذا حدا بحب يتفرج على الأعمال موجودين بالأتوليه بجبال على مدخل قلعة جبال، قريبة على متحف الشمع. اوكي. هلا تأثرت برسامين وفنانين معينين اندري ولا لا؟ صراحة تأثرت بالأعمال اللي مر عليها المئات السنين، من 100 سنة ولورا. تأثرت بكثير أعمال، ما فيني أذكر حدا وأنسى حدا، في أعمال كان ضخمة كثير قديما. من 100 سنة لهلا في أعمال جيدة جدا لكن ما تأثرت فيها. ما كنت انا متاثر فيها كثير، اكيد في ناس مهمين جدا بس ما كان في تاثر فيهم ابدا، كنت العمل الضخم كان قديم، هلا ما في عمل ضخم، هيدا رايي اكيد، رايك الخاص، ما بعرف اذا كان جارح، بس ماني شايف انا في عمل ضخم هلا بالزمن الحديث اللي نحن فيه. كيف عم ينظروا الناس لاعمالك لحد هلا اندري؟ كيف عم تشوف هيك ردود الفعل؟ ردود الفعل يعني كمان هون عم تجبريني احكي عن حالي، ما بدي اقول شيء. خلي انت قولي شو بتقولي بيقولوا الناس. انا تعطيك رايي الخاص بهذا الموضوع. ما عيب يعني ضحكوا علينا. لا ما راح يضحكوا. انا كثير حبيت على فكره، وفي شغله هيك ما بعرف كمان رايي الخاص بالموضوع، حتى لو كان سلبي. لا لا مش سلبي، بالعكس هيك انا مثلا اذا بدي احط من اللوحات اللي بتسمعها عندي. لا مش وين، بحب حط مثلا اثنين حد بعض. مزبوط. او اربعه حد بعض او انه عرفت كيف، بحب حط هيك مجموعه صغيره. صحيح. مش فرد لوحه. صحيح. ما حدا بيشبع بوحده من هودي. اغلبيتهم بياخذوا اكثر من وحده وبتعبر اكثر عن هيك، يعني حلو يكون في عده وحدات هيك محطوطين بطريقه مهضومه حد بعض. انت عم تسال وين معقول ينعرضوا هاللوحات؟ هودي اللوحات بينعرضوا بالبيوت القديمه، الارميد، العقد، كمان بينعرضوا كونهم هن عم نجسد زمن بعيد، زمن قديم، عم ينحطوا باكثر بيوت مودرن،
يعني اليوم بتعرفي في كثير ديكور بالبيوت عم بينعمل باتين وعم بينعمل حيطان ملونه وكثير مودرن البيوت، حتى من مدخلهم من الخارج عم بينحط تابلويات اعمال كبيره برا بالخارج وعم بينحط بالداخل، بالانتري بينحط، بالصالون بينحط، بالسجور بينحط، بالاوضه السفره بينحط، وين ما كان بينحط، بينحط بمكتب، بينحط باوتيل، بينحط بمستشفى، بينحط بالسفر، يعني ما فيني اقول لك صراحه هودي هن اماكن الاعمال مش يلي بدهم ينحطوا يلي انحطوا. أندري، في شيء بعد الأبواب وشبابيك ممكن تفكر فيه؟ إذا إحساسي بيقول لي شو بيقول لي إحساسي أنا جاهز له، ومطرح ما وصلني إحساسي أنا رح أوصل، قبل ما نختم بدي أمضي. إيه أكيد. وبدنا نفرج الكاميرا. قدام الكاميرا كمان، خلصت اللوحة فينا نقول. خلصت اللوحة. خلصت معنا على الهواء. وهيدا اللي شوي كرتعنا باللقاء لأنه كان كتير صعب. كنت عم بتقولي شيء وقطعتك. أنا كنت بس عم بسألك عن مشاريع مستقبلية معينة ولا كمان مشاريع مستقبلية أحساسك؟ معينة أكثر شيء حابب ألمس يلي عم بيصير معي أنا وعايش، مش الله يطول عمرك الإنسان مش متشائم، بس بحب ألمس الأشياء اللي عم بتصير معي أنا وعايش، وطموحي يوصل العمل وين ما كان بالعالم. شكرا أندري ويعطيك ألف عافية. بدي أشكركم، بدي أشكر الجروب يلي تعبناه معنا بالشمس بكل تيابهم. هيدي وجبتنا. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. ميرسي مايا. مشاهدينا خلص لقائنا معكم، هلا بننتقل معكم كمان بس من جبال إلى الحدد. أبواب وشبابيك، أندري كالفيان الفنان اللبناني التشكيلي صاحب الأسلوب الخاص يلي بينفرد فيه ريشته وإزميله القطر والمسامير والدبابيس أيضا. أندري كالفيان أهلا وسهلا فيك بهاللقاء بعيون بيروت. مرسي لك مايا، أهلا فيك. بالبداية ومثل بكل لقاء بنسألك ومثل ما بيسأل كل واحد بيشوف لوحاتك، أبواب وشبابيك شو الفكرة من وراءهم؟ بالبداية الإنسان بيختار موضوع لإله وبيكون بيمسه لإله شخصياً من ناحية حياته الخاصة. الباب والشباك هاجس عندي أنا كفنان يكون عندي موضوع خاص لإلي وتقنية خاصة لإلي. لقيت نفسي بالباب والشبابيك القديمة لأنه كنا نرسم من زمان البيوت من بعيد. عملنا إذا بدك هيك فوكس على البواب والشبابيك ولقينا فيهم اللي لقيت فيهم أكثر أشياء بجسد واقع أنا بريد سلط الضوء عليه من خلال الأعمال الفنية اللي برسمها على الطوال. تختار دائما البواب والشبابيك التراثية أو القديمة مثل ما هلا عم بتقلي، ليش ما بتختار مثلا الأشياء الجديدة هلا تيصير في تجدد بلوحاتك؟ يعني شو قيمة القديم بالنسبة للجديد؟ بختار يمكن شيء جديد ويمكن شيء قديم، منه محدود شو اللي بدي اختاره، بس بختار يلي بحسه يلي بحبه. الجديد والقديم ممكن يكون في كثير اشياء جديده حبها، والابواب والشبابيك هن مش كثير قديمين، يعني ممكن يكون باب عمره 20 او 30 سنه عتق، الهيبه يلي فيه بالمرور الزمن هيدي يلي بحب سلط الضوء عليها. ما أنا هذا المقصود أنه بتحب مرور الزمن على نعم. الشباك بحب فرجي عامل الوقت شو بيعمل بالأشياء. والأشياء هي ممكن تكون جديدة ممكن تكون قديمة، ممكن يكون عمرها مئات سنين وممكن يكون عمرها سنة. إذا شغلة كبيناها هلأ بالطبيعة بيتكون فيها شكل بعد فترة حلو كتير، بحبها، بس أكثر بحبها إذا كانت خشب لأنه الخشب حلو كتير بس يعطي. مظبوط. قبل ما تبلش تركز أندري على البواب وشبابيك بلوحاتك، رسمت مدينتك مدينة جبال، كيف صورت هالمدينة؟ كان قبل ما فت بموضوع البواب وشبابيك كان في عدة مواضيع اشتغلت عليها، مثل كل فنان عنده تجارب ليلاقي محطة يبقى مستقر فيها لمراحل هو حاسس انه بيقدر يبقى فيها. كان جبال لها حصة كبيرة، رسمت مواضيع عديدة من مشاهد الحضارية اللي بجبال القديمة، وهن يعني مشاهد بيرمزوا لكل إنسان بالعالم، المشاهد بيبروس الأثرية.
أندري، حضرتك اخترت خط معين، هو خط الباب والشباك لحتى تركز عليه. في فنانين بيلاقوا انه المفروض الفنان يمكن يصور بورتريه ويصور طبيعه ويصور هيدا، قد ايه انت من اللي بيفكروا انه حلو الفنان مش يقدر، اكيد بيقدر، بس انه يصور عده اساليب مثلا بلوحته، او قد ايه انت مع انه الفنان يركز على خط واحد ويمشي فيه بعمله؟ انا مع مطلق شخص عنده اي شيء لإله، اذا عنده تركيز على شيء بيقدر يبرع فيه اكثر من انه شخص ثاني عنده تركيز على عده اشياء. تركيزي مش على البواب والشبابيك لابرع فيهم، لانه عندي حس تجاههم حلو كثير. الشبابيك والبواب هن حلوين وحبون الناس، لانه في صدق بالعمل، لانه في احساس، في شيء خاص بحياه الانسان، بحب شغله معينه. إذا قدر أعبر عنها من خلال عمل فني بيقدر يوصل الرسالة اللي بريدها. في أحلى من الخشب العتيق، البويا المقشر، العشب المهمة لما انترك بالبواب، والزيز المكسر أو حديد المصدق أو الحيطان المشقشق وإلى آخره، وبيحملوا حالات اجتماعية كثيرة، منهم هجروا هالبيوت ومنهم راضخين الأمر الواقع وعايشين بقلب هيدا البيت، بفوت مي، بيفتح الباب ولا ما بيفتح، هجروا وسافروا، وبمس كل انسان لسبب، لانه منه بس موضوع تراث بلد واحد بالعالم، تراث الجميع بالعالم، وكثير ناس من كل اطراف العالم قالوا انه هيدا بيشبه باب بيتي او ما بيشبه شباك بيتي، منه لشخص واحد بس. بخلال التقنيه اللي بعتمدها انا بقدر وصل اللي بريده، حتى فرجي قديش هيدا الموضوع هو بيأثر بحنين كل انسان، بيعطيه ذكريات يعني. تقنيتك خاصة فيك أندري، شو هي المراحل اللي بتتبعها كل لوحة لحتى توصل للوحة النهائية؟ يعني مع استخدامك للدبوس والقطر؟ بالبداية كان عندي فكرة حتى أنا أعمل موضوع لإلي نابع من إحساسي، وعندي كان رغبة حتى أحقق تقنية خاصة فيي. بالبداية بتميز، ما أنا مش انا قلت هذا الشيء، يعني كثير اللي قالوا انه انا بخلط اللون على الباليت بطريقه كثير فيها يعني مخضرمه من انا وصغير، يعني لحديت اليوم كثير عندي رغبه اخلط اللون على الباليت. يمكن الخمس الوان بيعطوني 5000 لون، وصرت قادر اوصل لالوان عديده، وقادر ركب اللون اللي بريده باللحظه اللي بريدها. والتقنيه اللي اعتمدتها هي الكتر والدبابيس والخشب، يعني مثلا هلا تعبر عن الخشب، ما في برسم على التوال بالبينتور الزيتي، قطعتك عفوا، الزيت هو بيقدر سمك فيه، اذا سمكت فيه بيعطيني اللي انا بريده، وبرسم على التوال، يعني ما في اي ماده اضافيه غير البينتور الزيت على التوال، من خلال الكتر والدبابيس والاشياء اللي بعتمدها يلي هن منا موجوده. كثار قالوا لي حلوه ريشتك، انا ما عندي ريشه. ما هيدا اللي بدي اسالك اياه، لان هلا عم نشوف بعض المشاهد لطريقه عملك هون، مثل عم تستعمل اسفنجه. ايه هي اسفنجه معتاده مبدئيا، بس مش علم، يعني مش علميه، حسب رغبته. يعني انا ما بقول بالتاريخ الفن، من وقت ما نسمع بفن من منذ التاريخ في تجارب عديده، في كثير بموضوع الرسم كان في الريشه. ليش نحن بدنا نضلنا عند الريشه؟ ليه نحن ما بنجرب نعمل شيء بعصرنا بيكون يعني بيحمل عصرنا وبيبقى بتاريخ، لحتى يجي حدا ثاني يكون عنده فكره جديده؟ انا بتمنى من كل فنان يضيف تقنيه خاصه. يمكن المواضيع ما بنقدر نلاقي بسهوله مواضيع حتى نجدد، لانه بالدنيا في اشياء كثيره، انما اذا الواحد بده يفوت فيها صعب كثير، مش بسهوله بيقدر يلاقي مواضيع الواحد. يعني المواضيع بستصعب لاقيها اكثر بكثير من انه لاقي تقنيه خاصه. بقول لكل فنان هيدا الشيء حتى ينبش على تقنيه خاصه لإله. بس كمان مثل ما عم تقول صعب الواحد الا ما يكون فعلا بارع يقدر يبتكر تقنيته الخاصه. صفه الفنان يلي لازم يعطي تقنيه خاصه لإله لازم تكون عديده. اول شيء الموهبه بتجي من الله بالفطره، يعني ما انا ضد العلم هون، اكيد العلم بفيد، بس الاساس هو الموهبه. وتيكون عنده واحد موهبه يقدر يبرع فيها بده يكون عنده صفات، منها الاحساس. نعم.
بيلعب دور الـ 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 صحة الإنسان وقوة البدن يلي عنده، بيلعب دور قوة النظر، بيلعب دور الفكر، يعني إذا كان الواحد عنده فكر واسع، هودي كلهم من صفات الفنان. حتى العصب، العصب للإنسان، يعني لأنه في أشياء كتير دقيقة بيقدر يقدر يشتغلها بده يكون كتير شخص دقيق. من الحظوظ إذا بدي يدخل قصة الحظ بحياة الإنسان، كتير مهم وين بده يخلق. لو عنده هودي، يعني في كتير ببلدان بالعالم بعرف انه في بارعين بالفنون بس حظوظهم قليله. كمان عامل المكان يلي بيخلق الانسان فيه بيكون كمان عامل حظ له، عامل البيئه، عامل المجتمع، عامل يمكن نحن انا كمان الزمن حتى له تاثير. اللي فاتوا بالتاريخ الفن القديم اليوم برزوا لانه نحن بزمن اسهل الانسان يبرز بشكل عالمي بسبب زمن العولمه والاتصالات ووسائل الاعلام والى اخره. هيك نحن طموحنا سهل علينا نحققه بحياتنا. مزبوط. هن حرام يعني انه نحن بعد 400 سنه سمعنا بهول اعمال الفن اللي مرقوا وهن ما لمسوا ولا حسوا ولا عرفوا فيها، وان شاء الله يكونوا ان شاء الله يكون في شيء بعد الموت حتى يكونوا عارفين فيه. يعني عم نشوف شوي كمان طريقة شغلك، في استخدام لأدوات عديدة منها شو فيك تذكر لنا وكل شغلة مثل مثلا هون شو عم بيصير شو عم تعمل؟ هيدا الكتر، الكتر أكتر شيء بعتمد رسم الخشب فيه. أوكي. الخشب هو لازم فرجيه كأنه بالنظر واللمس كأنه واقع، يعني إذا غمضت عينك مرقت صبيعك على اللوحة على درفة الخشب بحس إنه هيدي درفة خشب حقيقية، وبس تفتح عينك لازم تحس انت امام شباك او باب حقيقي، ومش بس بالخشب، بالحديد، المفصلات الحديد او بالازاز، الغبار بتحسي فيه غبار او ازاز، بتحسي فيه حيطان مشقشقه فعلا، بتحسي حائط لانه